إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، يقول الحق تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هو العدو الأصلي وأخطر عدو لبني البشر، وله في إضلال الإنسان والنيل منه طرق وأساليب عديدة. من مكايده وحبائله وشباكه في إضلال الإنسان الأماني، يمنيهم، يدخل فيهم التصورات الخاطئة والأحلام الكاذبة فيخدعهم بهذا. ولهذا قال تبارك وتعالى: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. الأمنية التي هي شهية الإنسان، وغالبا ما تكون تصورا خاطئا وظنون كاذبة في نفسه فيغتر بها ويعتقدها صحيحة، وبذلك ينال الشيطان منه ما أراد، يضله عن الطريق ويسده عن الحق ويغويه حتى يجعله من أصحاب السعير والعياذ بالله. على العبد المسلم أن يتنبه لهذه الخدعة الكاذبة، للأماني الكاذبة. وكم خدع كثيرا من الناس فأضلهم عن الطريق وأوقعهم في الخسران المبين في الدنيا والآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مجرد خداع ليست له حقيقة. يعدهم ويمنيهم كشف لهذه الحقيقة. فينبغي على العبد أن يتنبه
لخطورة الأمنيات التي ليست لها حقيقة. الدين ليس بالتمني، ولكن بالإيمان، الاعتقاد الصحيح، العمل الصالح، العلم النافع. الدين جهد وعمل وليس مجرد أمنية، مجرد حديث النفس ليست له حقيقة. الله تبارك وتعالى أحبتي في الله ضرب في القرآن الكريم أمثلة توضح أقواما وقعوا في شباك إبليس ومكايد الشيطان في تلك الأمنيات الكاذبة، حتى نحذر منها وحتى لا نقع فيما وقعوا فيه وحتى لا نخسر كما خسروا. من ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل الكتاب: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام عبدوا فيها العجلة، هكذا اعتقدت اليهود. قالوا لن ندخل الجنة إلا خلال أيام معدودات، أيام عبدوا العجل فيها. قالوا ثم بعد ذلك يخلفنا فيها محمد وأصحابه، محمد وأمته، فهم يخلدون فيها ونحن نمكث فيها أيام معدودات ونخرج منها ثم نصير إلى الجنة. الله تبارك وتعالى كذبهم في هذه الأمنية الكاذبة، فقال تبارك وتعالى: وقالوا قالوا قال تبارك وتعالى: أتخذتم عند الله عهدا، هل هناك عهد بينكم وبين الله تبارك وتعالى على أنكم لا تدخلون النار إلا أياما معدودة، هل عندكم عهد بهذا؟ فلن يخلف الله وعده. إذا لم يكن عندكم عهد عند الله ومن الله ووعد من الله فإنما تقولون على الله الكذب وتفترون على الله. ما هي الحقيقة التي ينبغي أن يكون عليه كل إنسان؟ هي ما ذكر الآيتين اللتين بعد هذه الآية. قال تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ليس له حسنة، ليس له عمل صالح، ليس له معتقد سليم، أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، دخل الجنة بسبب معتقده الفاسد وعمله السيء، داخل النار وخالد فيها. أما الجنة فالذين يستحقون دخول الجنة أيضا بمعتقدهم وعملهم لا بالتمني ولا بالأمنيات، ومن عمل صالحا بعد ذلك، من عمل صالحا وأتى بالإيمان والعمل الصالح
فأولئك يدخلون الجنة، الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح، والنار لأهل الكفر والعمل السيء. وهكذا الله تبارك وتعالى بين في آيات أخرى. عندما افتخر اليهود والمسلمون فقال اليهود أو أهل الكتاب: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فنحن أولى بالله منكم. فقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضي على جميع الكتب التي كانت قبله، فنحن أولى بالله منكم. أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذه القضية قوله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ليست القضية بأماني أهل الكتاب ولا بأماني أهل الإيمان، لكن القضية بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. من يعمل سوءا يعمل يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. السوء هذا يشمل المعتقد السوء والعمل السوء، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لله وهو محسن أي متبع لسنة محمد وهديه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا هو أحسن الدين، الإخلاص في العمل وتجريد المتابعة لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه ولهديه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم أبو الأنبياء وأبو التوحيد وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا عن أديان الشرك إلى دين التوحيد، هذا هو الدين وأحسن الدين. من تمسك بهذا الدين فله الجنة، ومن انحرف عن هذا الدين فله النار. إذن الأمر بالاعتقاد وبالعمل لا بالتمني والانتساب. أحبتي في الله، كثير من المسلمين اليوم تجدهم لا يعملون لله، لا يلتزمون بتعاليم هذا الدين، لا يأتمرون بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كثيرا ما تجدهم يعارضون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يعتقدون بأنهم من أحسن الناس وأفضلهم طريقا. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل الإيمان والعمل. مجرد الانتساب لهذا الدين لا ينفع، بل مجرد النطق بالشهادتين من غير عمل لا يجدي. لابد من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح،
والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى ولشرعه. بهذا يمكن للإنسان أن ينال فضل الله ورحمته، وأن يدخل الجنة ويجد رضوانه، وبدون ذلك فلا. ذلك من الأمنية، والأمان لا تنفع. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. نعم، الأمنيات والأماني ما هي إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. نعم، كثير من الناس ممن يعيش ويلهث وراء الأمنيات ولا يعمل لله تبارك وتعالى ولا يلتزم بطاعته، يوم القيامة يكون ممن يجد عند الله تبارك وتعالى ما لم يكن في حسبانه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. المنافقون عندما يكون يوم القيامة ينادون أهل الإيمان فيقولون لهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لاحظ هنا، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الأماني ما هي إلا شبكة من شباك إبليس يصيد بها الإنسان، يخدع بها الإنسان. ومن الأماني أحبتي في الله والأمنيات الكاذبة طول الأمل، أن يعتقد الإنسان أنه يعيش ويعيش وبقي له من الوقت شيء، ثم يكون مع هذه الأماني الكاذبة حتى يفاجئه الموت. نعم، ويؤخذ بغتة، ولم يعمل لله عملا، لم يسجد لله سجدة، لم يصلي لله، لم يطع الله، لم يستغفر الله، لم يأتي بما يوجب أن يغفر له ويدخل الجنة. نعم، الأمنيات الكاذبة ينبغي للإنسان أن يتنبه لها وألا يغتر بها وينخدع بها. لاحظ هنا، قوما حصروا الجنة لهم ولأتباعهم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تجد مجموعة، تجد طريقة، تجد أهل مذهب يقولون أو يحتجرون رحمة الله الواسعة ويقولون: لن يدخل الجنة إلا أهلنا وجماعتنا وأهل ملتنا. نعم أحبتي في الله، هكذا وصل ببعض القوم الأماني، وصل بهم إلى أن يحجروا رحمة الله الواسعة عليهم وعلى أهل ملتهم. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وتلك الأمنيات الكاذبة هي التي غرتهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم وفيت كل نفس ما كسبت كسبها وعملها، أما الانتسابات والانتماءات والدعاوى الكاذبة والأماني التي ليست لها حقيقة فذلك سراب لا ينفع صاحبه عندما تحق الحقائق وعندما يتمثل الخلق أمام رب الكون تبارك وتعالى. فعليكم بالاعتقاد الصحيح، بطلب العلم الشرعي الواجب اللازم، والاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق، والعمل والطاعة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الذي ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.